الدكتور نبيل محمد سليم، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وإن شاء الله سنلقاك مرة أخرى إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، والشكر إلى حضراتكم على هذه المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل واستوديو البث، ومني أنا عبد القادر أدلين. إلى اللقاء. وهي إسرائيلية الصنع، إنها نوع كوجن H53. يعتقدون إنها دبابة لا يمكن أن تتفجر، لكن إصرار العراقيين فاق كل التصورات. صدينا لهم تعرض بأسلحة بسيطة قالف 44 ملم RPG-7 بهاي المنطقة، ضربتها لهاي المنطقة، نعم بهاي المنطقة، على اثرها احترقت اجهزه المناقله مالتها. حاولوا يدفعوها حتى يقفون بانه ما ضربت عدو مدرعا، لكن التبشير صار بها بالقذائف الجوها خلاهم يتركوها وينسحبون مهزومين مثل ما جوي. هاي الدبابه اسمها كوجين H53، امريكيه بالاصل اسرائيليه. الثلاثه احترقوا بها متفحمين، وصعدت عليها ورا ما احترقت برجليها الدبشه، وهذا اثر الحرق مالها، هذا اثر البلاستيك مالها، الدبشتها برجليها ورا ما صعدتها. والتوفيق من الله. الحرس الجمهوري بادوهم وتقهقروا ورجعوا، عادوا تجمعهم وحاولوا تقربون بغداد. فشانت هاي الدبابه اول دبابه تقدم للعاصمه بغداد، فجرناها على هاي الهيكل. البارحه بدل حاولوا يضربوها عن طريق الجو، ما صابوها، فضربوا هاي المنطقه افسدها، عرفت شلون؟ وهذا كل حتى يخفون معالي بخسائرهم، حتى يقول لك ما عندنا خسائر هنا، بينما واضح بالبرج الاسم الدبابه وتاريخ الصنع مالها. وممنون، اهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما ترون ان الرجال الغيارة قاموا بهذا الفعل الشجاع وبقيادة السيد الرئيس القائد المناضل الفذ صدام حسين. واليوم انما نعاهد الله ونعاهد القيادة السياسية وعلى رأس الاب القائد المناضل صدام حسين مشاريع استشهاد بلا منازلة. ونؤكد للعالم اجمع وللأمريكان وللأنجلو أمريكان ولكل من يرغب للمجيء إلى هذه المقبرة بأننا منتصرون بلا منازلة. ويشهد علينا التاريخ ويشهد علينا الله من قبل كل شيء. سوف نضحي بالغالي وبالنفيس، ومن أجلك يا عراق يا أيها الحبيب سوف نضحي بكل شيء. لن تهزنا هذه المدفعية،
ولن تهزنا الأمريكان ولن يهزنا العالم بأجمع، لأنه أصحاب عقيدة وأصحاب صح وأصحاب مبدأ. والله أكبر 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 والله أكبر. وقد احتفل العراقيون